أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نناقش موضوع مهم فيها تصميم ألا وهو راندومايز أو العشوائية. طبعا في بعض الأحيان نحتاج عشوائية في التصميم كي تعطي انطباع جميل ولطيف في نفس الوقت، ومن خلال هذه المحاضرة راح نشاهد أن العشوائية شلون راح تعطينا تأثير متناسق وراح تعطينا احترافية قوية بالتصميم. طبعا عندنا مثلا هذه الزهرة، مثلا هذه الطريقة، هذه الزهرة لو حبينا تكون هذه الزهرة خلفية background، طبعا نقدر نعملها من خلال الباترين. طيب شلون نعملها للباترين؟ نضغط كليك ايمن عليها بعد ما نحددها، وطبعا نجي من edit نختار define باترين. طيب انا طبعا محفوظة عندي، وطبعا راح افتح مساحة جديدة control n، وليكن مثلا 1720 بيكسل، ومن ثم كرييت. طبعا حتى اضيف هاي الوردة على شكل باترين، طبعا راح اضيف طبقة جديدة وراح املأها باللون الابيض، واجي الى FX اختار باترين اوفرلاي. طبعا اجي منها اختار الزهرة اللي اني اختاريتها واقلل مثلا السكيل بهذه الطريقة، ومن ثم اوكي. طبعا هذه هي الخطوة الاولى او الطريقة الكلاسيكية اللي هي بدون راندومايز. طيب راح نضيف خلفية background من خلال راندومايز، والراندومايز طبعا العشوائية يعطينا تأثير احترافي اكثر. راح اضيف طبقة جديدة وراح اجي الى edit fill، وطبعا راح اختار باترن، وطبعا راح اختار الباترن اللي اني انشأته قبل قليل. طبعا عندي هنا ممكن ما نفعل، هذا هو السكريبت، اجي افعل هنا السكريبت، واجي هنا اختار randomize او random fill، بعدها اجي الى اوكي. طبعا راح تظهر لي هذه القائمة. طبعا عندي ممكن هذه الخصائص راح تكون كلها بالمنتصف بهذه الطريقة، ممكن بهذا الشكل. جيد، طبعا احنا نجي اول شيء الكولر راح نخليه صفر، يعني الكولر نخليه صفر، وهنا طبعا عندنا الهاردنس او اللون او الحدة نخليها مثلا 0.2 او صفر لا بأس. عندنا هنا الدنسيتي راح نخليها للنهاية، وعندنا طبعا هنا السكيل ممكن نخليه بهذا القياس بهذا الشكل، وطبعا عندنا السكيل فاكتشر راح نخليه مثلا ممكن يكون بهذه الطريقة. طبعا هي القياسات يعني اختيارية، مثلا ممكن تختار القياس اللي انت تريده. اجي الى اوكي، راح تنضاف عندي بهذه الطريقة. طبعا ممكن اضيف طبقة جديدة واكرر العملية من فايل فل، ممكن اضغط على اوكي، يعني ممكن شوية اقلل من الراندوم، ممكن نزيد من العدد هذه الطريقة، وايضا راح اكرر العملية بشكل عشوائي، ممكن اجي الى اوكي بشكل مباشر، ممكن نكرر بعد العملية image او edit fill اوكي، ممكن نقلل الاوبسيتي هذا الشكل. جيد، ايضا لا بأس انه نضيف بعد حتى تملئ عدي الفراغات طبقة جديدة edit fill اوكي. طبعا ممكن نقلل بهذا الشكل. جميل، اذا الاحظ عندي اصبحت هذه الخلفية، لا بأس انه نضيف طبقة اخيرة حتى تمتلئ عدي بالكامل. ممتاز، يعني اذا لاحظ انه هذه الخلفية احترافية جدا بسبب الراندومايز. الراندومايز اللي هو التكرار يكون كبير صغير وعشوائي، مثل ما نلاحظ يعني هذه اللي بدون راندومايز وهذه مع الراندومايز. ناخذ مثال اخر، مثلا عندي هذه العملة العراقية، طبعا اضغط على كنترول اي واديت واختار ديفاين باترن. جيد، راح افتح مساحة جديدة وليكن 1700، وطبعا اجي اضيف طبقة جديدة ومن edit، وطبعا اختار fill. راح اجي هنا أنا اغير الى هذه العملة العراقية، ومن ثم اوكي،
وطبعا نجرب نشوف الكمية مناسبة لو لا. ممتاز، ولكن يحتاج نضيف أكثر بعد. نضيف طبقة جديدة وأديت فيل وأوكي. طبعا راح أزيد بالكمية بهذا الشكل. ممتاز، ممكن نزيد بعد أكبر. Image Edit Fill OK. طبعا ممكن نزيد أكثر بهذا الشكل. جميل. مثل ما لاحظ أنه العشوائية تعطينا انطباع لطيف واحترافي أفضل ما يكون التكرار بشكل موزع. العشوائية في بعض الأحيان أو الراندومايز هي انطباع على الاحترافية. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.